بدي تواليت. طول بالك، ما بقدر، محصور كتير. حاول تتحمل. ييت، شو عم بتساوي؟ شو بدك أعملها بتيابي يعني؟ ليك عود وما تجنني. ما فيني أقعد، عن جد محصور. أنا عم قلك عود. اسمع، هلأ بتنزل بتفوت على الحمام اللي هون وبتعملها، وما بتتصرف أي شيء ممكن يعصبني، عم تفهم ما؟ فولة، هات إيدك. يلا فوت. فوت لوحدي. برافو عليك، يلا بس ما تطول، بتروح علينا الطيارة بعدين. تحاول تستعجل شوي. ما بعرف ليش راحت. ما فهمت ابني. خلص رجعت. عم تتمسخر كأنه طلع لشوف. ماني عم بسمع صوت مي، شو عم تعمل جوا؟ بدك مساعدة؟ يي ترد علي. فوت لعندك. كيف هرب؟ إذا بتريد مرق شي من جنبك ولا الطول وهالقد. لا والله أخي. جيت هالمرة بتستاهل قتلي عن جد. الله يلعن هالحظ. وقف، هروب لقلك. يلا يعني قديش رح تقدر تهرب مني؟ إذا بتهرب لجهنم الحمراء أنا ماشي وراك يا بيدات. وقف لحتى نشوف هالولد ليش لحاله. يا ولد ليش لحالك؟ أنت ضايع شي؟ إيه عمو أنا ضايع، رجعوني على بيتي. قلي شو اسمك؟
جيت. والبابا؟ طاهر كاليلي. تعا معي لا تخاف. قلي شو اسم أمك؟ نفس كاليلي، ونحن فريق قوي كتير. أنا ورطتكم بهالمصيبة كلكم، بعتذر منكم. حبيبتي لا تقولي هيك لو سمحتي، كلهم وبإرادتهم كمان وافقوا على الخطة تبعك، انتي ما جبرتي حدا. برأيكم نطلع من هاد المكان؟ رح نطلع طبعا، رح نطلع. يا ترى أمي منيحة؟ أكيد ما حتكون منيحة. نفاس أنا مشغول بالي، معقول الواطي فيدات ياخد الولد منك؟ مستحيل يعملها، طاهر ما بيسمح له ياخد يت أبدا. بعرف طاهر ما بيسمح بهالشي، بس الوصاية باسمه، هيك قصدي. لو بده ياخده بالوصاية كان عملها ومن زمان. هو أبدا ما بيهمه يت، انتي يلي بتهمي. عن جد أنا ما عم بفهم مخه المريض لهالواطي كيف بيشتغل، يعني نحنا ما قلنا أي قيمة عنده، عادي بيحبسنا، بس انتي على أساس كل همه بالحياة، كيف بيساوي هيك فيكي؟ طاهر على حق، فيدات فكرنا ضعافه هو القوي، بس نحن بهالعملة زلينا ولهيك طبيعي ينتقم، هذا اللي صار. بس نحن ما مننغلب، وهالمرة هو اللي انغلب. تعرفوا مزبوط إنه نحن انحبسنا وتبهدلنا، بس أنا مبسوطة، حتى لو لوقت قصير، بس شفته على هداك الكرسي وهذا المهم، كتير فرحت. شوفي معلم فكرة، نحن صرنا بالمطار، لا راحوا ولا أجوا، والشرطة هون كمان، هنن عاملين كمين لفيدات، بس هو ما أجا لهون، ولما سألنا على الطيارة اللي حاجز عليها طلعت. ماشي فهمت. كان ناوي ياخذ ييت معه على اسطنبول، ما هيك؟ هيك قال لي. يا أما هو عم يضحك عليكي، يا أما الشباب تبعي ما لحقوا الطيارة والشرطة ما لحقوها، بس ما بعرف، يمكن شافهن وهرب. انت روحي هلأ. اسمعي لقلك، إذا فيدات اتصل فيكي وقتها شو بتعملي؟ أول ما بتخلص مكالمتك معه فورا بتتصلي فيني أنا، عم تفهمي علي؟ عم أفهم. ليك الشكوى هي رح تنسحب والصبايا رح يطلعوا بأسرع وقت، عم تفهمي ما؟ بس أنا من شوي سلمت التسجيل، نظروا بين راك واضحين بالفيديو هنن وحاملينه وآخدينه، هذا أكبر إثبات ضدن على أنهم كانوا خاطفينه فعلا. بدك تلاقي لهم مخرج من هالورطة هاي، ومثل ما اشتغلتي لزتيهم بالسجن بدك تطلعيهم منه بأسرع وقت وبأي طريقة. كلامي مفهوم ولا لا؟ أي فهمت. أنا كررت سؤالي عليكي مرة تانية لحتى ما يكون في مشاكل. يعني إيه؟ هو صار بيعرف إنه بشتغل معكم، هيك حضرتك رح تكون بخطر. أنا بعرف أتعامل معه لهالكلب، هو وأمثاله. Sana naskaram.